مساء الخير. لم يكد لبنان يفيق من مأساة حادث مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس آب من العام الماضي، ليستيقظ اللبنانيون مطلع هذا الأسبوع على انفجار عقار الذي أودى بحياة أكثر من 28 شخصا وأصيب نحو 80 آخرين. انفجار عقار يأتي وسط أزمة اقتصادية طاحنة، فراغ سياسي، تدخلات خارجية، والشعب ينازع من أجل الحياة. المشهد اللبناني يعاني الجمود والشلل بسبب تعنت الطبقة السياسية الحاكمة وفشلها في التوافق على مخرج لتشكيل حكومة جديدة للبلاد تقودها إلى بر الأمان. وهنا لا يزال المشهد اللبناني معلقا على توقعات النجاح والفشل للرئيس نجيب ميقاتي في مهمته لتشكيل حكومة، إذ يبدو أن عقبة التشكيل لا تزال قائمة، ولا يملك ميقاتي حتى الآن من النفوذ الكافي الذي يسمح له بتخطي هذه العقبات. ولكن يبدو أن تسريع وتيرة التشكيل قد يتوقف على رغبة حاسمة من حزب الله للضغط على حليفه عون من أجل تخطي الشروط الكثيرة، خوفا من سقوط البلاد في دوامة من الحوادث الأمنية التي تهدد أمن الحزب نفسه، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن فريق عون إذا لم ينل ما يريد من الحكومة القادمة التي ستدير الانتخابات فإنه سيستمر في تعطيلها حتى قرب موعد الانتخابات نفسها، أي لتسعة أشهر أخرى، وهو ما يعني أنه بعد التنازع الطويل على الصلاحيات الدستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد تصبح الاستحقاقات الدستورية للانتخابات نفسها مهددة أيضا، بما قد ينذر بدخول البلاد في أزمة دستورية كبيرة تضاف إلى عديد الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتلاحقة. لماذا لم يتمكن ميقاتي من تشكيل الحكومة؟ وإلى أين يتجه لبنان؟ هذا سيكون محور حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي فادي وليد عكوم، المحلل السياسي اللبناني. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. سأذن حضرتك نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم الحوار. لم تمر أيام على إحياء ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي حصد أرواح العشرات من اللبنانيين وجعل البلاد على شفا الانهيار الاقتصادي، لتأتي مأساة أخرى تلقي بظلالها في مناطق التليل عكار لتحرق أرواح وأجساد الأبرياء. كارثة جديدة على لبنان، حيث استفاق المواطنون عموما وأهل عكار خصوصا على فاجعة انفجار خزان وقود في بلدة التليل الشمالية والذي قتل وأصاب أكثر من 100 شخص. وأتى هذا الانفجار بعد أيام حافلة بالإشكالات والحوادث المتنقلة أمام محطات المحروقات في مناطق متعددة من أجل الحصول على بضعة لترات من الوقود. وبدوره قام الجيش والقوى الأمنية بمداهمة مستودعات تخزن فيها المحروقات وتوزيع المواد المصادرة مجانا على الناس وإجبار المحطات على فتح أبوابها، وهو بمقام رسالة قوية للساسة لحلحلة الأزمات والإسراع في تشكيل حكومة، على اعتبار أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من المزايدات وإضاعة الوقت. وتطل أزمة المحروقات بشكل كبير على المجالات كافة من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وبينما يعاني الشعب اللبناني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، لا تزال القوى السياسية تقف عاجزة على التوافق على تشكيل حكومة إنقاذ سريعة قادرة على إخراج البلاد من أزماتها، خاصة أن هذه المرة أحدثت هزة كبيرة مع قرارات الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات. هذا ويواجه نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة اللبنانية صعوبة في تشكيل حكومة توافقية تتمتع بصلاحيات كاملة تكون قادرة على إقناع العالم والأمم المتحدة من تحررها من سيطرة حزب الله، حتى يتمكن لبنان رسميا من تلقي مساعدات دولية تعينه على القيام بالإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي وإخراج لبنان من النفق المظلم.
الأستاذ فادي وليد عكوم المحلل السياسي اللبناني، مرة تانية برحب بحضرتك معنا. ونسأل انفجار عقار، لن نسأل من وراء هذا الانفجار لأن هذا بالتأكيد هو رهن جهات التحقيق، ولكن نسأل من المستفيد من هذا الانفجار؟ مساء الخير. يعني للأسف لا أحد سيستفيد أو استفاد من انفجار عقار. انفجار عقار يعني رغم أن التحقيقات بيد المخابرات الجيش اللبناني، لكن يبدو بأن الأمر قد يكون حادث عرضي أو مقصود، لكن من قبل المهربين أنفسهم. يعني ليس أمر سياسي بل أمر جنائي بحت. لكن لازم يعني هون السؤال لازم يكون من المتسبب بالانفجار وليس من فجر الصهريج. المتسبب بالانفجار هم الزمرة السياسية الحاكمة التي أوصلت الشعب اللبناني بأن يقف بطوابير ويفتش على الخبز والبنزين والمازوت والدواء ويستجدي كل شيء. اللي صار بعكار وصمة عار، يعني في تفاصيل توفرت عن الانفجار اللي صار، انه لدرجة في كمية من البنزين كانت وقعت على الارض، كان في شبان بخرق عم بيحطوها ويعصروها حتى يقدروا ياخدوا البنزين. وغالبيتهم اما موظفين او عمال او عناصر من الجيش اللبناني اللي عايزين هالبنزين لا يقدروا يروحوا على اشغاله. بقى مسألة عكار مسألة دقيقة جدا، خصوصا انها بترتبط بتخزين المحروقات في المناطق الشمالية تمهيدا لتهريبها إلى سوريا، والجميع يعرف من وراء تهريب المحروقات والمواد المدعومة إلى سوريا، خصوصا وأن هذه المحروقات محروقات مدعومة، يعني من أموال اللبنانيين أنفسهم، من أموال المصرف المركزي، هي مواد نفطية مدعومة جرى سرقتها من الشعب اللبناني تمهيدا وتجميعها في مناطق عكار لنقلها إلى الداخل السوري. يعني إن كان الجيش اللبناني أو يعني معظم الفرقاء السياسيين في لبنان والمجتمعين الأقليمي والدولي طالبوا أكثر من مرة بوقف عمليات التهريب، لأنه هي عامل أساسي بانهيار الدولة اللبنانية. بقى لقينا من بعد أنه صار في أزمة جديدة بتتعلق بالمحروقات أيضا، وحاول بعض السياسيين يستغلوها لمصلحتهم الشخصية بقيام حاكم مصرف لبنان بإنهاء الدعم، بوقف الدعم، واعتبروه موقف سياسي، علما أنه موقف حاكم مصرف لبنان رغم ممكن بعض الأخطاء التي يكون قد ارتكبها في الماضي، لكن موقفه الحالي بوقف الدعم ليس موقف اعتباطي. قال بالحرف الواحد لا يوجد أموال لدعم المحروقات. ولكن نجد هنا طرف إقليمي قوي وهو إيران، التي دائما ما تحاول الصيد في الماء العكر، وبعتت سفينة كما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله، وقال لك سيد حسن نصر الله إن هذه السفينة تحمل محروقات ستقضي على المشكلة الموجودة في لبنان. حضرتك تقول إيه؟ يعني المشكلة إنه مسألة الباخرة الإيرانية تعتبر المسمار الأخير في نعش الدولة اللبنانية، لأنها فعلا عندها إن وصلت إلى لبنان ستفتح أبواب جهنم على الدولة اللبنانية كمنظومة سياسية أو كمنظومة مؤسساتية حاكمة البلد. من المعروف أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران تمنعها من تصدير النفط. عندما تأتي بكمية النفط هذه إلى لبنان ستكون أمام حلين، أما أن يتم إدخالها بالقوة وبالتالي سيتعرض حزب الله ومن معه لعقوبات إضافية وهم جزء من الشعب اللبناني، أو أن تأذن وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة المسؤولة عن إدخال المواد البترولية إلى لبنان بإدخال هذه الكميات، وعندها ستكون قد ارتكبت خطأ جسيم سيعرض لبنان مباشرة للعقوبات. يعني هو يعني حتى ولو وصلت هذه الباخرة لن تصل قبل 15 يوم على الأقل حسب المسار الموضوع لها، الوقت الطبيعي لأي باخرة تنتقل من إيران إلى لبنان. السؤال هنا
أين سيتم تفريغها؟ بعض الآراء تقول أن ربما ستتجه إلى السواحل السورية ويتم تهريبها، يعني التهريب العكسي إلى لبنان، لكن من سيوزعها على المحطات؟ من سيستفيد منها؟ من سيتعاطى مع حزب الله الذي سينقل هذه المواد؟ الشركات البترولية للبنان بلبنان معظمها شركات انترناشنال عالمية وبعضها إقليمية، وبالتالي لتخضع للقوانين الدولية. عندما تتعاطى مثلا شركة كورال أو توتال أو أي شركة من هذه الشركات العالمية مع النفط المهرب من إيران، ستعرض نفسها لعقوبات مباشرة من قبل الولايات المتحدة، وهذه أزمة كبيرة. يعني أعتقد بأن التهديد الذي أطلقه حسن نصر الله أمس في مسألة عند إعلانه عن الباخرة الإيرانية يعتبر استفزازا، خصوصا وأنه قال بأن هذه الباخرة تعتبر أراض لبنانية، أي أنه يهدد عسكريا بشكل مباشر، مما قد يدخل لبنان بصراع عسكري مع إسرائيل أو مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأن الولايات المتحدة تستعين بمجموعة من الدول الأوروبية لمراقبة البحار في منطقة الشرق الأوسط بدءا من شط العرب وصولا إلى السواحل اللبنانية. يوجد قوات بريطانية، يوجد قوات فرنسية ونيوزيلندية، وبالتالي ستكون أزمة كبيرة تضيف وتضعف، تضيف يعني ملف جديد قاس على لبنان وتضعف الموقف اللبناني اقتصاديا وسياسيا. طب سيدا حضرتك معنا على الهاتف الكاتب الصحفي رؤوف أبو زكي، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية. أستاذ رؤوف برحب بحضرتك، ويعني ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي في لبنان خصوصا مع تعطيل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي؟ أولا أنه هذا يعني هي الحرب القائمة حرب إقليمية بأدوات اقتصادية، وهذه جزء من مشهد الحرب اللي عم نشوفه. ولبنان أمام خيارات صعبة، مشكلة أنه يبقى يفتقر إلى المحروقات وإلى البنزين، ومشكلة أنه يوافق على الاستيراد من إيران ويتعرض لعقوبات. والمشكلة الأكبر أنه ما حدا عم يسأل الدولة الشرعية شو رأيها أو شو موقفها. هذا يعني قوى الأمر الواقع غير الشرعي يعني تفرض أمر واقع وتعرض لبنان لمخاطر ما نعرف مداها ومخاطرها. يعني هنا هل يدفع اللبنانيون فاتورة فشل الطبقة السياسية في إدارة الأمور؟ من المسؤول عن آلام اللبنانيين والإخفاقات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني في الوقت الحالي؟ بكل تأكيد الشعب يدفع ثمن إخفاق القيادات السياسية في إدارة الأمور، وهذا شيء أكيد، والشعب هو بالأخير هو الذي يدفع. وهذا أمر يعني محزن ومؤسف وما له أفق. ونحن كنا بنعتقد أنه الحكومة ممكن تتشكل بسرعة حتى تخفف، يصير في مرجعية على الأقل بالبلد، ويصير في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأعطاء جرعة لحتى لبنان يتمكن من أنه يجتاز هذه المرحلة الصعبة. ولكن يبدو أنه كل ما حلينا مشكلة بتطلع عنا مشاكل، هذا مما يعكس خلفيات سياسية إقليمية وداخلية بتأثير الصراع الإقليمي، على أنه ما يعني مما يوحي بأنه لا توجد رغبة إقليمية من مختلف الأطراف بتشكيل حكومة في لبنان. حتى الأطراف اللي عم تتصارع منا كتير مهتمة أنه تشكل حكومة بلبنان، وإلا كانت الحكومة لازم تشكل، لأنه كل هالإشكالات اللي عم تعلن عنها أنه وزير الفلاني أو وزير الفلاني لا تبرر ما يحصل من انعكاسات سلبية على مختلف فئات الشعب. هنا يعني إلى أين سيستمر سعر الدولار في الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية
وتأثيرات ده إيه على الوضع المعيشي للبنانيين؟ ما في حدود، ما في سقف للدولار إنه يطلع، لأنه كل المؤشرات السلبية بتأدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، انخفاض قيمة العملة اللبنانية، وانخفاض قيمة العملة يؤدي إلى انهيار الأجور وانهيار القوة الشرائية للناس، وهذا يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى انفجار اجتماعي مع ما قد يرافقه من توترات أمنية واشكالات أمنية، وهذا ما بدأنا نشهده في أكثر من منطقة ومن قطاع. وبالتالي نأمل ويعني إنه صار إلى فعلا إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وقالنا نحن يعني على طريق جهنم اللي وعدنا بها ونحن نسير إليها بسرعة، يعني بعد الشر عن لبنان. ولكن حضرتك يعني إذا سألنا عن الوضع الاقتصادي وهو ما نركز الحديث عليه، هل الوضع الاقتصادي اللبناني فقط يتوقف على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب بميقاتي، ولا المفروض يبقى في خطة للإصلاح الاقتصادي حتى يعني تنصلح الأمور؟ أكيد لا، ولكن بيلتقط البلد أنفاسه لحتى يبلشوا بالإصلاحات، لأنه الإصلاحات إذا ما في حكومة ما في إصلاحات، لا IMF ما بيمد إيده ليساعدك، ما حدا بيساعدك، اعملوا إصلاحات لنساعدكم، هذه لغة الدول العربية والدولية. وبالتالي يعني الحل بإيد اللبنانيين، واللبنانيين مش عم يتوصلوا لاتفاق بتأثيرات خارجية على كل الأطراف اللي متصارعة في لبنان، وهذا أمر مؤسف ويحتاج إلى انتفاضة حقيقية، تفعيل الانتفاضة القائمة لحتى تفرض أمر واقع على الطبقة السياسية اللي، والمؤسف أن الطبقة السياسية زعماء السياسيين من فوق متخانقين، والفاسدين حواليهم هن متعاونين و يعني غطيني لغطيك، غطيني بهذا الفساد لغطيك بهذا الفساد. يعني نتمنى للبنان وللبنانيين كل الخير إن شاء الله. الأستاذ الكاتب الصحفي رؤوف أبو ذكري، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، نشكرك شكرا جزيلا. الآن نتوجه لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. عدنا مرة أخرى. الكاتب الصحفي الأستاذ فادي وليد عقوم، المحلل السياسي اللبناني، يعني من يعطل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، خصوصا أن في تصريح للشيخ سعد الحريري قال فيه صراحة أن إيران هي من تقف وراء تعطيل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، حضرتك تقول إيه؟ يعني بالتأكيد باتت الأمور واضحة جدا أنه إيران لا تريد تشكيل حكومة في الوقت الحالي في لبنان، لأنها تعتبر لبنان ملف من الملفات التي تقايد بها الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات الملف النووي. يعني في عند لبنان، عند سوريا، عند العراق، عند اليمن، عند الأمن السعودي اللي مهدد من قبل الحوثيين بشكل دائم. وبالتالي الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة لابد أن يأتي لحزب الله من إيران. هلا ايران لديها حزب الله في لبنان، لديها حلفاء حزب الله مثل التيار الوطني الحر اللي بيترأسه حاليا الوزير السابق جبران باسيل، اللي عم يطمح انه يكون رئيس جمهوريه مقبل، ومعتبر الصراع السياسي الحالي مساله حياه او موت سياسي بالنسبه له. ان فشل بهيدي الفتره حيموت سياسيا، والنجح حيقدر يستمر يحصل على كتلة نيابية كبيرة خلال الانتخابات النيابية المقبلة، واللي ممكن تأهله أنه يوصل لسدة الرئاسة كون الانتخابات الرئاسية بلبنان تمر عبر مجلس النواب وليس عبر الشعب مباشرة. يعني اللي بيكون مع حلفاء ومعه كتلة وازنة ممكن تأمله الأكترية خلال التصويت ممكن يصير رئيس جمهورية. هلأ في أمور إضافية عم تظهر وقت لوقت، يعني مثل بنرجع لحكاية لمسألة الباخرة الإيرانية، يعني هاي اللي بعتقد كمان رح تمنع
الرئيس ميقاتي أنه يكمل بطريقه بتشكيل الحكومة، لأنه من المستحيل أن يقبل الرئيس ميقاتي أن يكون رئيسا لحكومة تستقبل النفط الإيراني. يعني بالاعتبارات السياسية الرئيس نجيب ميقاتي إنسان بزنس مان عنده شركاته الإقليمية والعالمية، أي تعاطي مع هيدا الملف رح يعرضه بشكل مباشر للعقوبات اللي رح تدمره اقتصاديا. هلأ بالملف السياسي ميقاتي مش رح يقبل يكون مسؤول عن حكومة إحدى وزاراتها حتتعاطى مع النفط الإيراني المهرب، وبالتالي يعني التصعيد اللي عمله حسن نصر الله امبارح بيتلاقى مع التصعيد اللي عم يعمله جبران باسيل بكل الأوقات بهدف توتير الأجواء الداخلية وإبعاد الجميع عن مسألة حل الأزمة الحكومية، وخصوصا يعني تقريبا من نص ساعة في أزم في جلسة بمجلس النواب اللبناني الأمور ملتهبة جدا، في جدال مباشر وفي يعني جدال كل ما نشوفه بين جبران باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. يعني جبران باسيل هدد بالاستقالة من المجلس النيابي بسبب اللي طلبه انه يتحاسب رياض سلامي الحاكم مصرف لبنان على قرار وقف الدعم. نبيه بري قال له بدك تستقيل استقيل، ما حدش بيهدد المجلس. يعني حتى يعني في حسابات ضيقة انه كون نبيه بري أحد الحلفاء الأساسيين لحزب الله وجبران باسيل أحد الحلفاء السياسيين لحزب الله، لما توصل الأمور أنه هالحلفاء يتصادموا أكثر من مرة وهذه المرة الثالثة أو الرابعة تحت قبة المجلس، نبيه بري معتبرة أنه هيدا تطاول على المجلس، تطاول عليه شخصيا كونه رئيس المجلس. نعم. طيب لماذا النفط الإيراني؟ يعني لبنان معروف أنه له علاقات قوية بدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وخلافه، ليه ما طلبتوش النجدة من هذه الدول التي هي ترتبط بلبنان بعلاقات قوية جدا؟ يعني منطقة الخليج بأجمع كويت البحرين الإمارات المملكة العربية السعودية أعلنت صراحة تشكيل حكومة مستقلة لنعود لمساعدة لبنان. يعني لبنان طيلة السنوات الماضية كان يتكل الاتكال الأساسي على المساعدات المباشرة وعلى الودائع الخليجية في المصرف المركزي، لكن عندما تصل الأمور إلى أن يقوم وزير الخارجية اللبناني بمهاجمة المملكة العربية السعودية بشكل دائم، نتكلم عن جبران باسيل لصالح إيران، عندها المملكة العربية السعودية أنه ستكون أمام واقع محدد بأنه لن نساعد هذا البلد طالما في حكومة تعمل ضدنا، تعمل في المحور المقابل. بس في حل تاني اللي هو يعتبر أقليمي دولي واللي تم الإعلان عنه مبارح، أنه الولايات المتحدة أعلنت موافقتها على استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان بواسطة الغاز المصري الذي سيتم نقله بشكل إضافي إلى الأردن لتزويد المحطات الأردنية بكميات من الغاز لتوليد طاقة إضافية، بالإضافة إلى نقل الغاز المصري إلى منطقة الشمال اللبناني لتشغيل المحطات. وهذا أمر جدا مهم بهذه الفترة بالذات، وخصوصا أنه سوريا تخضع لقانون قيصر. معها كله يعني منشوف أنه في اتجاه دولي لمساعدة لبنان، مش مثل ما عم بيقول حسن نصر الله، مش مثل ما عم بيقول جبران باسيل، وخصوصا انه هالاموال الغاز المصري حيندفع من قبل البنك الدولي. يعني في اتفاق دولي على انقاذ او مساعدة الشعب اللبناني بشكل مباشر، وليس ضخ الأموال المساعدات كما كان يجري في الماضي وتتبخر الأموال كلها. مع الإشارة هون يعني أنه حتى لو قدر نجيب ميقاتي يشكل حكومة لن تكون بيده أي عصا سحرية. يعني المطلوب في البدء كان مطلوب، يعني على الأقل الفلوس اللي هي تم رصدها للبنان هتبتدي توصل. لا ما هو لا يعني الوضع هيتحسن بالتأكيد. لا ما هي مشروطة. البنك المركزي اللبناني أو المصرف المركزي اللبناني بيعلن باستمرار أن الوضع الاقتصادي في لبنان مرشح للأسوأ.
ما هو حتى الحكومة الجديدة مشروط أمر ضخ الأموال لها. أولا أن تكون حكومة تكنوقراط، واللي عم نشوفه على الأرض ومحاولة جبران باسيل الحصول على الثلث المعطل والسيطرة على وزارات الداخلية والعدل والطاقة، هيدا بيأكد أنه الحكومة مش حكومة مستقلة، مش حكومة تكنوقراط. وحتى لو طنش المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي على شكل الحكومة، الحكومة يعني إن كان البنك الدولي ولا مخصصات لبنان من مؤتمر صادر لأكثر من 10 مليار دولار، وحتى الدول الخليجية وعدة لبنان بأكثر من مليار، الشرط أنه هيدي الحكومة تقوم بإجراءات عاجلة لوقف الفساد، وقف الهدر، ومحاسبة وإجراء يعني تحقيق جنائي للمحاسبة على الأموال كيف طارت من لبنان. وهيدي الأمور بدها بين 6 شهور والسنة على الأقل، يعني مش مجرد ما تتشكل حكومة حتمطر فلوس، لا، في شروط معينة حتى لا يتم تكرار سيناريو الأموال الماضية التي تبخرت في لبنان. وبالحديث عن حاكم المصرف الآن، المشكلة في لبنان بالنسبة لمصرف لبنان، الجميع يطالبه بالاحتياط الإلزامي. هذا احتياط إلزامي، بروتوكول عالمي، قانون عالمي، أنه في أموال لازم تكون موجودة بالبنوك. هذه أموال أصلا مش موجودة بالمصرف المركزي، هذه أموال المودعين اللبنانيين اللي لسه موجودة بالبنوك اللبنانية، ويلزم تشريع من قبل مجلس النواب للتصرف بها. يعني حتى ولو تحرك المجلس النيابي وشرع وسمح لحاكم مصرف لبنان بدعم المواد البترولية ودخل الأموال بالسوق من الاحتياط الإلزامي، بس هيدي مش أموال الدولة أصلا، هيدي أموال المودعين اللي بتحتفظ فيها البنوك. طيب يعني بالنسبة لانفجار عقار الذي أودى بحياة 28 شخص تقريبا يعني، وبالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، واضح أن التحقيقات لم تسفر عن مدانين في هذه الانفجارات، لماذا لا تطالبون في لبنان بتحقيق دولي كما حدث في اغتيال الشهيد رفيق الحرير؟ العديد من الفرقاء السياسيين بلبنان أعلنوا صراحة، يعني أو بالأحرى جميع من يعارض سياسة حزب الله وسياسة العهد الحالي في لبنان يطالبون بتحقيق دولي، لكن هذا الأمر بحاجة إلى مظلة مؤسساتية حكومية بلبنان، وهذا أمر غير متاح بظل المنظومة الحاكمة. ولن يصل أي تحقيق لبناني إلى الكشف عن المسؤولين والمتورطين ومن أدخل مواد النترات إلى بيروت وخلافه، علما بأن يعني العديد من التحقيقات التي أجريت من قبل الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني، الصحافة الاستقصائية، أكدت بأن يوجد أجهزة أو بعض رؤساء أجهزة أمنية يعلمون كانوا بوجود هذه النترات. يوجد تقرير أمريكي أكد بأن المادة الكمية التي انفجرت 700 طن من أصل 2750 طن، يعني أدخل 2750 طن، وطول الفترة الماضية كان يتم إخراجها من المستودع. عندما تخرج كميات كهذه من المستودع لازم تمر على الجمارك، لازم تمر على الأمن، يعني يوجد منظومة كاملة، وبالتالي من المستحيل أن يتم الكشف، وخصوصا وأن الجهة العسكرية التي تفرض الأمر الواقع في لبنان بهذه الطريقة التي تغطي هذه الكمية الخطرة هي حزب الله، ولن يستطيع أحد على محاسبتها في الوقت الحالي. طب أستاذ حضرتك معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيه البرجي المحلل السياسي اللبناني. أستاذ نبيه بعد التحية، يعني وضع متأزم بسبب تعطيل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، ما هو الحل برأيك؟ يا سيدي، الحل، أي حل في لبنان أو أي حلول في المنطقة لأزمات المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المفاوضات، مفاوضات فيينا، عودة مفاوضات فيينا وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. نحن في لبنان وأيضا في المنطقة ضحايا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. لا أتوقع أن يكون هناك حل جذري للأزمة اللبنانية، وهي أزمة بنيوية، الأزمة وجودية يعني تحولت إلى فعلا إلى أزمة وجودية إلا في ظل تسوية إقليمية. ونحن على ما يبدو لا بعيدون عن أي تسوية إقليمية
في الظروف الراهنة. من المعروف أن حزب الله وهو يعني حليف لإيران، إيران تستخدمه من أجل أن يكون ورقة للتفاوض حول مناطق نفوذها في المنطقة، وأيضا حول الملف النووي الإيراني، وهذا هو المهم. هل مشروع الشام الجديد الذي بدأ يتشكل في المنطقة بين كل من مصر والأردن والعراق، هل من الممكن أن يكون هذا المشروع بديلا عن المشروع الإيراني وينقذ لبنان من براثن التبعية لإيران؟ لبنان ليس تبعا لإيران فقط، هذا رأيي، ولست أيضا أنا لست منتميا ولا أدين بالولاء لأحد، لكن لنكن واقعيين، لبنان منذ القرن التاسع عشر كانت طائفة تابعة لدولة معينة، وحتى قبل حزب الله، أين كنا؟ هناك مع الثورة الفلسطينية وقسم مع ضد الثورة الفلسطينية، وحدثت الحرب الأهلية. حتى عندما اندلعت الحرب الأهلية كان هناك حزب الله. نحن أساسا المشكلة في الطبقة السياسية لم تبني مقاتلا ولم تبني وطنا. كان يعني كان ضيفك الكريم على يتكلم عن مسؤولية حزب الله، كأننا لم نعرف الأزمات. عام 52 حدثت ثورة، حدثت صدمات دموية. عام 52 حدثت كمان انزال رئيس القلاع رئيس الجمهورية. عام 75 اندلعت الحرب الأهلية. لم يكن هناك لا حزب الله ولا من يحزنون. تحويل المسؤولية إلى طرف دون آخر، يعني هذا ليس منطقيا على الإطلاق. نحن كلنا مع الأسف الشديد الدولة اللبنانية عندما وقع اتفاق الطائف المادة 95 من الدستور تقول بأن بتشكيل هيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية وتحويل لبنان إلى دولة مدنية. العكس هو الذي حدث. طيب أنا الطائفية الحاكمة في لبنان من أن تندلع الثورة اللبنانية من جديد وتطيح بالكل وتحرق الأخضر واليابس، ألا يخشون من هذا اليوم؟ لا، لا يخشون أبدا. لبنان دولة مركبة، حضرتك تعلم هناك قول شهير للعالم السياسي الفرنسي موريس ديفرجي يقول يعني بالنسبة إلى لبنان أو إلى الدول المركبة، هذه دولة تصفيات ليست دولة ثورات. الشارع منقسم، كل طائفة متقوقعة على نفسها، هناك كنتونات لا مرئية. وإذا قرأت وثيقة الطائف أو دستور الجمهورية الثانية تلاحظ أن لبنان هناك فيدرالية رئيسية غير معلنة. نحن صرنا بوثيقة الطائف أو بدستور الجمهورية الثانية من التشكيل الطائفي إلى التشكيل المذهبي كما المطلوب حسب روحية الدستور، الانتقال من الطائفية من الدولة الطائفية أو دولة الطوائف إلى الدولة المدنية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيه البرجي المحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف. برجع لحضرتك أستاذ فادي، يعني وإحنا بندردش قبل الهوى قلت لي كلمة خطيرة قوي، قلت لي أنا خايف أن لبنان يوما ما تقع تحت الفصل السابع للأمم المتحدة. يعني الكلمة دي كبيرة وليها مدلولات خطيرة، إيه اللي وصلك لكده؟ قبل ما بس خليني بس هيك رد على الأستاذ برجي. ما هو كلمة تتكلم مع حد بيقولك يعني كلمة نقول أنه نحن قلنا حاليا المسؤول عن الوضع حزب الله. حاليا حزب الله اللي بيقولوا لك ب 58 صار وبال 75 صار. طيب ما لبنان له 300 سنة بحروب، ما كل دول العالم فيها حروب. نحن عم نتكلم عن حزب صار له 40 سنة ماسك البلد، مش فترة هينة، وهو مسؤول حاليا وحيكون مسؤول مستقبلا عن تدمير البلد، واللي حيوصلنا للبند السابع. وأنا بتذكر قلت لك نحن قدام ثلاث حلول، أما حكومة مستقلة فعليا وهذا أمر مستحيل بظل يعني إصرار جبران باسيل وحزب الله على الاستحواذ على الحكومة، أما
حكومة عسكرية مؤقتة تدير شؤون البلاد، لأنه الجيش اللبناني بيعتبر المؤسسة الحكومية الوحيدة بلبنان التي لا تزال تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي. أما الطامة الكبرى أو المصيبة الكبرى ستكون وضع لبنان تحت البند السابع، كون متطلبات وضع أي بلد تحت البند السابع بدأت بالظهور وبدأت بتأكيد نفسها، إن كان من خلال تعريض لبنان للخطر كدولة، تعريض الاقتصاد للخطر، تعريض الشعب اللبناني للخطر، وهذا الأمر بدأ منذ انفجار المرفأ وتبعاته. الآن يوجد يعني جوع فعلي في المناطق اللبنانية جميعها دون أي استثناء، وبالتالي فأن التدخل الدولي أعتقد بات وشيكا وسيكون صمام أمان للبنان خلال هذه الفترة، كونه سيمنع القادة السياسيين الحاليين من إدارة شؤون البلاد. سيتم وضع لبنان ضمن شروط قاسية إداريا ومؤسساتيا للانتقال أو لإيجاد أشخاص يديرون شؤون البلاد تكنوقراط فعلا غير تابعين للمحاصصة السياسية الطائفية. وهنا فقط يعني خليني بس أشير لشغلي، أنه مش المسألة الطائفية والتقسيم الطائفي بلبنان هو سبب المشكلة. ربما لو غير الطبقة السياسية الموجودة اللي أغلبهم كان أمراء حرب وتحول لأمراء سياسي، المحاصصة الطائفية بتأمن بس حاجة غريبة أوي. بتأمن يعني العدل من أمراء الحرب ويقتل ثم يتحول إلى زعيم سياسي عادي، وممكن يترشح للرئاسة كمان يعني. وهذا اللي صار يعني بدون ذكر أسماء، أغلبية مرشحين الرئاسة عنا المطروحين اثنين أو ثلاثة زعماء ميليشيات ومتورطين بحروب لو بدنا ندقق فيها ممكن توصل لجرائم حرب. يعني انه في مجازر ارتكبت في لبنان، في تجويع، في قتل، في قصف، في تعامل مع الخارج مع جهات مشبوع، يعني في ملفات لو يعاد فتحها حتكون كارثه. بقى الحل يعني بعتقد اللي ممكن يتوجه له الكل هو حكومه عسكريه، ممكن ما تكونش عسكرية بالمعنى العسكري بس تحت إشراف الجيش اللبناني وقائد الجيش اللبناني، كونه الوحيد اللي قدران يمسك البلد. يعني حتى المتظاهرين في الشارع لما تنزل الشرطة بيتعاملوا معها بطريقة، لما ينزل الجيش اللبناني بيتعاملوا معها بطريقة تانية. صحيح. بعد في احترام زائد جدا، وهذا أمر يحسب لقائد الجيش العماد عون وتشابه أسماء. هو مش قريب، قريبه من بعيد، ويا رب ما يكونش قريبه بالمرة لأنه عزز الروح القتالية والروح الوطنية لدى عناصر الجيش، علما أنه هالعناصر الجيش في كتير منهم عناصر سابقين بالميليشيات اللي تم استيعابهم بعد الحرب الأهلية، بس قدرت منظومة الجيش اللبناني ترجع يعني تعزز الروح الوطنية عندهم بعيدا عن الانتماء السياسي والطائفي. طيب يعني سؤال أخير، لماذا لا تفكرون في الحل العربي، خصوصا أن أنتم لكم تجربة قبل كده مع اتفاق الطائف اللي انعقد في المملكة العربية السعودية؟ لا، هو التجارب العربية مش بس اتفاق الطائف، في اتفاقات سابقة وكان لها أثر سلبي على اللبنانيين، يعني بعد الحرب الأهلية ب 78-79 ودخول قوات الردع العربي وما تلاها من انسحاب كل الدول العربية باستثناء قوات الردع السورية. اللجوء إلى الحل العربي ربما يكون صعبا بعض الشيء بهالفترة تحديدا، كون ليس كل الدول العربية تستطيع التعاطي مع جميع الفرقاء السياسيين في لبنان. يعني إذا استثنينا مصر والأردن بعتقد ما فيش دولة قدران تتعاطى مع الكل على الأرض، منشان هيك يكون أقليمي دولي هو الحل الأنسب. أنا بشكر حضرتك الأستاذ الكاتب الصحفي فادي وليد عقوم المحلل السياسي اللبناني، نورتنا، ونتمنى أن يحمل الغد والأيام القادمة كل الخير للشعب اللبناني إن شاء الله. نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، في أمان الله.